بركلات الترجيح على الترجي في رادس. هل سينجح ديوب ام كوره تطلع برا؟ يمشي كوره ديوب ويسجل الماس بطل السوبر. المغرب الفاسي بطل سوبر افريقيا 4-3 في رادس على الترجي الرياضي بالركلات الترجيحيه. مبروك، الف مبروك للمغرب الفاسي الحصول على لقب السوبر بركلات الترجيح، لقب ثاني للماس في ظرف شهرين. بنفس الطريقه ضربات الجزاء بعد الافريقي في الكاف الترجي